لا زالت المخرجة ليلى كالعان ونانسي عجرم يتحتفلان بكليب حس بيك. الزميل راغب حلاوة قام بإجراء انترفيو مع فريق طيان ميك اب ارتست الخاص بنانسي وأعطانا تفاصيل جديدة عن كيف كانت عملية الميك اب وكل الأشياء اللي بيحبوا يعرفوها الصبايا عن وجه نانسي عجرم وباقي النجمات. نشوف مع بعض اكسكلوسيف انترفيو مع فريق طيان في بيروت. حس بيك هو آخر فيديو كليب وتعامل لفادي قطايا مع نانسي عجرم. فادي يعتبر The Official Makeup Artist لنانسي عجرم وعمل تقريبا كل كليبيتا. ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايشة على حسك سير انسى هيجي اليوم رؤعتي بس هقوم من قلبي بدأ ان ده يبقى ان شاء الله. حاسة بيك عارفة انك نفسك ابقى بين ايديك. اما في كليب حاسة بيك ليلى كنعان اختارت الشكل انه يكون من حقبة زمنية معينة. الكليب كان شيء كثير حلو، كان شوي برجعنا لايام الاربعينات. كنت كثير مبسوط انه عم نشتغل هيدا النوع من الكليب. كيف كانت ملامح الميك اب وماذا قدم فادي فيها؟ الالوان تروح للالوان الترابية أو للألوان يلي هي جراي رمادي أو أسود أحمر براون سموكي إيرثي كالرز. بس الكليب بلاك أند وايت. هلو الحمرة كانت بمحلات كانت حمرة حمراء وعطول الحمرة الحمراء بالبلاك أند وايت بنشوفها ضاربة على أسود. في الكليب بنشوف نانسي عجرم في شخصيتين، The Glamorous Star Beautiful، والشخصية الثانية هي المرأة الهادئة البسيطة ست البيت. هون هي المكياج لعبة الألوان تبع السموكي تبع البراون مع الأيلاينر العريض يلي ببلش من الأول للآخر وبلس إنه هو موصول من تحت. يعني هون بننتقل للمكياج الست البيت اللي كأنه تقريبا almost ما في ميك أب على وجهه. لكن احنا حبينا ناخد تفاصيل اكتر، ايش اكثر الشوتات اللي حبهم فادي واللوكس اللي حبهم في الكليب؟ بهيدا اللوك هو المكياج اللي بحبه كتير والكونتراست يلي العيون كتير قوية والحمرة كتير فاتحة، هيدا اللي كتير بحبه. وكمان حتى نانسي اجمالا بتحب لما يكونوا عيونها غامقين بتحب حمرتها فاتحة. فادي لم يكتفي بلمساته على مكياج نانسي بالكليب ولكنه ايضا اشتغل على الكافر فوتو للألبوم. الكافر كان مختلف رغم انه المكياج كمان كان خفيف وهذا الشيء معودين انه على نانسي يكون خفيف، بس بهيدا الكافر كان المكياج خفيف بس بطريقة كتير مودرن وهلأ كتير هو على الموضة هذا المكياج. وأكيد الأمبيانس كله ساعد إنه هذا اللوك كمان يطلع حلو.